السلام عليكم خياتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى. اليوم حنديروا ان غاتو كيف كيف. بنيون، على سموه بنيون باسكو بنين. يلا نروحوا للمقادير هنايا ندوزو ونشوفوا. ديريكتومون لي زانغريديون. واش عندي؟ عندي هاد البول حطيت فيه بسكوي مطحون. وشنو هاد البسكوي؟ خليت شويه لي غران هادو، علاش؟ باش يجي كروستيون هكا في المذاق تاعو. دونك ندير هاد الكميه. عندي كاس لوز. انت يا واش عندك؟ لوز، جوز، كوكاو، واش عندك مكسرات ديري؟ ندير هنايا مع بعض. ندير زوج مغارف تاع دجلان، عندنا زوج مغارف نوات كوكو، عندي زوج مغارف تاع حلوة الترك. هنا ينسي هذا حلوة الترك، نفتتو هكا، فتتو تخي بيان، ما خليهش شغل باش نقدر ندير لي بول تاوعي، لازم نفتتهم قبل ما ندير. خلطها مليح. راح نزيد مغرف تاع مارغارين هايليك هنايا، وندخلها على هذا الخليط. هنايا بعد ما بسستها مليح بالزبده، شو راح نزيد؟ نزيد كراميل. هذا الكراميل انايا خدمته في الدار، ماشي وزدت له زيت لولولي تاع حليب تاع نيسلي المركز هذاك، معناتها فيه لوغو تاع نيسلي، وزد بزياده خدمته هكا في الدار. نبقى هكا نطم فيه حتى يتلم لي ويولي عجينه. نبقى نزيد هكا في النيسلي. هنا يا خيرت هاد المول سيليكون، كل واحد يديرها واش يحب. انا درتهم دي بول هكا، حطيتهم في هذوك لي ترو، وبديت نغلق ونزبط عليهم من الفوق باش يخرج لي اون فورم، وهاي لا فورم اللي خرجت. هذا هو بعد ما درت له غلاساج، وريت لكم ديجا غلاساج اللي درتو، وريت لكم الشوكولا. دونك كيف كيف، ماشي ما يشدكش بزاف، دي مينوت وانت درتي ان غاتو شباب. ودوكا هنايا هاي اللي كاني نقرب لكم في الصوره باش تشوفوا. لحقنا نهايه الفيديو، كنت خفيفه ظريفه عليكم، ما كنتش طويل باسكو انا ما شدنيش الوقت بزاف. بنيون تمتم يندار على وقفه، دونك كملتو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وهاوليك درت وحده بال